السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ فيصل فلاصل معاكم اليوم، جايب لكم مقطع حق لعبة اوتش ووريرز 3. اليوم نكمل مع بعض السلسلة اوتش ووريرز بلوجن باتل. تنقعد منه واسف هساتشا وفيا الحين. خلنا نلعب بس، خلنا ناخذ كوماندد يعني اللي هم حاطين هم نقل اياهم احلى. احس ان كل ما اغير اللاعبين احلى، فهم خلي هم ينقوا لي. اللاعبين ضعاف كلهم ليفل واحد، لكن عادي. لعيب انا. ما اسمعهم خلال نلعب صح؟ والله كويسة اللعبة هذي، انصح فيها. حط بس اعطيك شو يسمونه، اشياء عشان يصير اقوى. هاي تقوي الشغلة وهاي تقوي الشغلة. شوف لان هذي تقوي يسمونه ديفنس، وايد قوي الاتاك. عارف شلون؟ اعطيهم اياه كلهم بس عشان نزيد قوتهم شوية، لانهم وايد ضعاف. ما ادري شو، ما بلعب بي لاعب صراحة، ولا واحد فيهم قوي وايد. لكن نشوف شو يصير معانا. الجن ذا باتل كان لعبك شيء اكثر شيء يسمونه هذا شو اسمه، سلاح اللي دور ماله، ما شو اسمه، شلون حال هذي. لا هلا ابدن لا نفس سلاح جانك. زمنهم واحد يعني طقت انا موت، لازم اكون حذر. تفضلون اللغة الانجليزية ولا اليابانية بالالعاب؟ انا عن نفسي اليابانية. صح لك وزن شيء، لكن عادي احلى صوت من اليابانية. علمك هاي احسن منه صدق، هاي مو قوية كلش، ضعيفة. هاي يسمونه بنت سنجان هذي. هذا احلى واحد، بطيء لكن قوته قوية وايد. شلون تشوف سلاح اشكبه معاك مو طويلة، شكلها قصيرة مو وايد جنود فيه. ولا من نسكر الجبل علينا، سكر ابنك، سكر الجبل. هذا مقتل اللي داخل والله، عشان يبطلون حقي. خذ الاغوان، تاخذ من الحاكي الغاليه بس قويه. شوفوا تعال اكسري له، صح عليك. ايوه اللاعب انا علمك حاكي عند هذا تمسك وتطير لفوق. ماشي الطياره ما اسوي ليش، بطل جبل يلا خلاص. شنو ذبحنا يصير؟ مندوق الظاهر، شو يصير؟ مندوق. وين اروح؟ حكيت كذي انا. سيدة يعني؟ سيدة. بطل الجبل، بطل الجبل. جبل جبل، سالفة أم الجبل والله. شوف كيف يسكر وطن. جبل شو يسكر وطن، ما سالفته خربان. خمو خمو خلاص والله. شلون كل طريقة او لغز ولا ما ادري، انا ما العب اللعبة هاي مرحلة. هني بروح هني انا مسكر.
سرعة. هاي قوية يا ذبحتني ذيك المرة. قوية قوية هذي. ما استهين فيها لازم هذا قوية. عطني ذبحها. وه زين اشوف. عندها عليها حركة هذي. حزن. عليها حركة قوية حركتها حيل. تشايج تشايج. بطل الجبل يلا خلنا نروح. اسمع كلامي. اوكي. ما يشون طيقة الجبل لحد الحين ما يفهمها. المهم مرينا خلاص. زين هذا ياكل. طقتها ما لها دامج وايد. شل عساك هذا. قوي بس شكله مو حلو. غير غير اللعب. هاللاعب هذا درعه وايد قوي لو حط طقه يكمل. ما يتعود يقول اي اي لا لا يكمل. طقته ما تنصد. حمايه ما تنصد. صار بعد جبل ثاني تحقق كل شنو بعد؟ آه من هذا؟ هذا منو؟ دباكين هذا ولا شنو؟ سكايرم؟ لا هاي من لعبة ثانية بس ما منو؟ لا اثنين مو قادرين عليه. بيد واحدة هو بعد. ميتا تقولون إنجن نو يودا كا. جاكنا ياكرا ني كمي سيركا. نارب. نميا تو دينغار نو سيهي غا أيتي أو شيو. أوه. ها شكله زلم. تعال نقول لي قادة طشوكو كلكم. سوري ني كمي سيركا. هذا هو بدر. تعال خلنا نمسكك. خذ دمه ما يروح. دقيقة خلنا ناخذ حركة نجمعهم مع بعض نعطيهم حركة متحدة. تعال انت وياه كلكم. وين الثاني صاحبي؟ تعال انت ايش فيك ابيك انا اتهاوش معك. سنتو شوي يعطيني من بعيد. تعال يا الزحمة ما تركز. صح الحين. وين شاط فيد عليه عاد شاط يموت. كه. شوف مات ولا ما مات. ما مات كهو. فز علي اوه عصب 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 لا اتغشم معك افا عليك بس غير اللاعب. تعصب شغلت عليك. تعال انا عليك. تعال نحاش المسخرة شلون؟ نحاش طقيته نحاش شفتو؟ نكمل بس المسخرة ساعة ويقول بطقكم وشو نقي نحاش. مو تخلص. والله انا بشوف شكل لوبو شلون هاللعبة هذي. اعطوا لوبو. هات يحطوا له بحصانة يطلع نص المرحلة كذي. خليك تطق فوق تحت على طول. وايد قاعد اطلعوا. شكله هذا. ايش
على المثلث ما تم تنصد ما قاعد يصير حماية دقة عليه مثلث سريع حيل عارف شو ما هذا يحصل لا لا أتغش ما تذبحني 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 أنا عنك أيوة لا يا أول أطلع هذا ما تبغى على البنية طقة طقة هذا أنا عنك تستغوي على البنية صح اغز الخنجر في الارض شو السلاح هذا؟ شو اسم هذا اللي دور؟ لا اسم هذا؟ اكيد لا اسم ما يصير في ولا اسم تعال مع السلامة عطنا اشياء كذا وين انت بعيد ما اخلق اروح لك كم سيلة بس زين اللي يسألني شلون طلع حصان لحد الحين ما اعرف شلون طلع حصان في طيارة طلع حصن ما اعرف لحد الحين شلون بس راح اشوف راح اشوف مشكلة اللي عارف يكتب بالكومنت بس يعني انا راح احاول اوه فكرة قوية هذي تعالي تبلش عليها قوي كل كل هذا ما راح من دمه ولا شيء شلون بطق هذا حاشت؟ احسن قوي وايد لا طريقة للعودة نهائيا خلاص الا المر الحين لازم حقوا الجسر علينا علمكم ما راح تفايدني الا هذا اللاعب غير غير كان بس عندهم حاكي عشان يغير عشان يصير عندهم حاكي غاضية اذا قاعد تغير اللاعب حاكي الغاضية شوي يزيد بسرعة وين ها؟ ما ماتش شلون؟ تلاحظون شيء ان هاللعبة هذه اللاعبين صاروا اكثر من اللاعبين صارت يعني الجنود اللي يبينون باللعبة اكثر من الاجزاء اللي طافت انه غيروا المحرك وشيء كذي فيمديك تذبح اكثر لاعبين اول لاعبين يعني حدهم يمكن 100 جند قدامك عقب ما تذبحهم يطلع 100 ثانية الحين لا اكثر وايد من 100 طاش كيف فيعطيك احساس حق المعركة احلى النار هذي هاي خلق الطيق وبحاول اختم اللعبة هذي قبل ما تنزل لعبة تنزل لعبة داينستي ووريرز 7 امبرز ما هي متى بالضبط لكن تنزل يعني داينستي ووريرز 7 امبرز هاي اللي مثل كونكوست مود فيها يعني تحت المناطق وشي كذي تنزل هذي بعد ان شاء الله احتمها بعد خلنا نخلص هذي خلص بسارة غير اللاعب يا عمر حطنا هذه هاي مسخرة طقتها قوية هذه بس خلصت طقتين خلاص اعطي حركة حركتها قوية قوية اتذكر اي شوف شوف اي والله تلعب هذه تذكرت حركتها قوية بطل البوابة لا اكسرها عليكم يلا في مش كويس بقى تموت خذ اعطاني حركة مو صدج انا بطل بطل البوابة بس قتلت قائدكم ايش تبون بعد عبالي مات انا
بطلي زنقان الشمال. حلو، هذه عرفت، هذه العويده اللي حطوها هذه. افشل لعبه باللعبه كلها، حركتها قويه، حركتها وخر عنها هذه. انا تبغى خشيت بنات. حلو. اوه هذا المدرع اخنا عنه هذا. تنحشت ذيك المرة عليك. هذا وايد هذا. يبي له لوبو. ولا شاهدون. طقته وايد قوية. بحاول اخليه ما يقرب يمي. لا 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 طق نطني ليش ما معك انا يلا طق وعاد معي ناس شوف حلو يبه حلو مسكتك شو ما تنحاش هاني هنبطل على اللي قالتهم كبيرة الحين حلقاتهم كبيرة حركة متحدة شو عليها سوت حركة فلتت منه تعالي ذكية هذه سوت حركة الغاضية اذن كان حوشها يعني مو ما تحوشها ما راح تأثر في وايد عطنا عيل هذا ها سريع والله لا 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 شنو هذه لا حط البلية رهيبة معاها البلية حتى البلية مو نافع لا لا خلاص لا عندي زوتاي ولا نينجا جايدن عشان قطعتك قبل شوية تعطيني حركة انا خايف تعطيني حركة غاضية تذبحني على طول بنحاش شوية عنده حركة غاضية تبي تطقني فيها حلو هذا كمل حركته اعطيه حركة وخلاص تعالي حلو تكشو استوتا وحش اوه قتلناها اوه كانت معاك شوي صعبة انا ليفل واحد كلهم بس دائما راح العب شي بريكمندد ما راح العب بال انا لعيب نقيهم عشان يطلع احلى يعني كل فيديو يكون لاعبين غير الا كان محاولات صعبة هذا احط يسمونه نينجا جايدن ولا زوتاي في قوة داعمة لازم شلون والله انا اللاعبة هذي لاعب هذا وين يلعب هذا؟ هذا شكله عجيب راح احلى فيه انا شكلي ها كاتنا الحلقة اليوم شباب ما اتمنى كلنا انت جابكم حلو السلاح هذا والله في لاعب ما طلعنا ناقص في واحد ما اعرف طلع يعني اشوفكم على خير السلام عليكم باي